بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله بإذن الله أهلا وسهلا بكم مجددا معنا في التطبيقات الأساسية لبرنامج البورد 2016، أولى المحاضرات إن شاء الله اليوم نتناول فيها النقاط اللي قدامنا بإذن الله واحد أحد، وهنبدأ نشرح فيها واحدة واحدة إن شاء الله بحيث إن احنا نوصل لأفضل مستوى بإذن الله واحد. النهارده ان شاء الله باذن الله هنبدا مع برنامج الوورد. برنامج الوورد طبعا اللي احنا ممكن نجيبه عن طريق قاعده ابدا، ممكن ندور عليه عن طريق مايكروسوفت اوفيس. او نكتب وورد او نضغط على حرف الدبليو وورد 2016، نقدر نضغط عليه او نحطه قائمة إبدأ عن طريق السحب أو عن طريق زر الطارة اليمين، تمام؟ أو نحط على شريط المهام زي ما قلنا. المهم إن إحنا هنشغل برنامج الوورد. إيه هو برنامج الوورد؟ أحد التطبيقات الأساسية من البرامج اللي هي برامج المكتبية اللي هي الأوفيس، اللي هي بينتج من خلالها إزاي أبدأ أعمل ملف خطوات أو جدول أو أي شيء آخر بالنسبة اللي أنا هطبعه أو أي كتاب مكتوبه، وده يعتبر من البرامج اللي بتطلق عليه برنامج معالجة الكلمات أو برنامج معالجة النصوص. طب أول ما بنبدأ إن شاء الله بيبدأ معايا الشاشة الافتتاحية بتظهر معايا، وأبدأ أقول له بعد كده محتاج أجيب مستند فارغ جديد. مستند فارغ تبدأ بعد كده تظهر معايا الشاشة الأساسية للوورد، وهنا لابد إن إحنا أول لما نبدأ نستخدم الشاشة الأساسية للوورد نبدأ نقول لابد إن أنت تكون عارف حاجتين وتبدأ تظبطهم بنفسك. أول حاجة، اللي أنت إذا كنت بتستخدم اللغة العربية لابد أن أنت تكون عندك اتجاه النص من اتجاه من اليمين إلى اليسار، أما إذا كنت بتستخدم اللغة الإنجليزية اتجاه النص بيكون عندك من اليسار إلى اليمين. تاني حاجة، بيكون عندك الرؤية الخاصة بالشاشة بتاعتك. دلوقتي أنا بستخدم شاشة 21 بوصة أو 20 بوصة أو 17 بوصة أو whatever أيا كان حجمها. أنت بتستفاد من عملية التكبير وعملية التصغير على حسب ما يروح إليك النظر. يبقى أصبح دلوقتي التكبير خاص بك أنت، وضبط الاتجاه إذا كنت تتعامل مع اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية. أول ما ببدأ وأفتح برنامج الوورد لابد إن أنت تظبط الحاجتين اللي إحنا قلناهم دول، التكبير والتصغير واتجاه النظر. بعد كده أبدأ أشوف ألاقي عندي اللي هو في عندي الأوامر اللي موجودة قدامي. أبدأ أشوف ألاقي عندي في عندي حاجة اسمها الأوامر أو القوائم اللي موجودة قدامي. كل قائمة من هوت دي اسمها علامة تثبيت، بحيث أنا أضغط على أي حاجة من هوت يبدأ يتفتح معايا قائمة، القائمة دي اسمها علامة تثبيت، بتفتح لي مجموعة من الأوامر قدامي. كل حاجة بتفتح لي جزء من الأوامر دي اسمها علامات التثبيت الخاصة ببرنامج الوورد. طبعاً القائمة ملف لو أنا ضغطت عليها تظهر عندي مجموعة من القوائم زي أي برامج اللي إحنا استخدمناها زي الدفتر زي الرسام زي المذكرة أو هكذا. برجع عن طريق الخلف وأبدأ أرجع للأول. نبدأ دلوقتي عشان خاطر نكتب أي جملة، هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتبت بسم الله الرحمن الرحيم، ومحتاج إن أنا أنزل السطر تحت وأضرب على مفتاح اسمه مفتاح الإدخال اللي هو إنتر. بعد كده أهوت لو أنا عندي إن هو عايز أكبر الخط اللي أنا كاتبه بسم الله الرحمن الرحيم، لابد إن أنا أول حاجة أبدأ أحدد النص اللي أنا كاتبه بالكامل. وكيفية التحديد، يا إما تقف من الأول وتبدأ تضغط على الزر الأيسر في الإطارة مع السحب دون الإفلات وتفلت في آخر الكلام اللي أنت محتاجه، أو تجاهها من اليسار إلى اليمين كيفك. فبعد كده بتظهر عندي في قائمة مختصرة، القائمة المختصرة ديت هي نفس الكلام القوائم اللي موجودة عندي في علامة التثبيت الشديد. أول حاجة نعرفها إن هو نوع الخط، طالما هو خط عربي أقدر إن أغير نوع الخط من هنا، أضرب في الجزء اللي أنا مش هقول لك عليه دوت وأبدأ أختار إن هو أي نوع خط مكتوب جنبيه كلمة أبجد هوز. أي خط موجود جنبيه كلمة أبجد هوز يبقى الخط دوت نوعه عربي، أضغط. حبيت إن أنا أكبر حجمه بروح أضغط على رقم 11 تمام عند السهم اللي جنبه، وأبدأ أختار الحجم اللي أنا عايزه عن طريق الضغط عليه. في عندي هنا هو حاجه اسمها هو ايه وايه، ايه كابيتال وايه كابيتال، بس الايه هنا كبيره والايه هنا صغيره. لو ملاحظ الايه كابيتال الكبيره ديت لو انا ضغطت عليها بيعمل عمليه تكبير للحجم،
والـ AS كابيتال اللي هي الصغيرة بيعمل عملية تصدير للحاجة. في نفس الوقت أنا أقدر أخلي الكلام دوت يكون غامق، أضرب على الـ P يعني بولد أصبح الكلام غامق، أضرب على الـ I يعني إيتاليك يعني أخلي الكلام نايم، أضرب على الـ U يعني معناه أندرلاين يعني يخلي الكلام تحتيه قط. طيب نفس الكلام لو حبيت أجيب الكلام ده كله في وسط الـ AS سطر أقول له هنا توسيط، وأبدأ بعد كده عايز أنزل السطر ببدأ ممكن اروح بعد كده لاتجاه النص يمين، ابص الاقي عندي العلامات دي كلها منوره عندي، منوره عندي معناه اللي فيه تنشيط للغامق والمايل وتحت الصف. انا مش عايز الكلام ده، اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا وابدا اكتب اهو اللهم هنا انا كتبت اللهم صل على سيدنا محمد سيد الخلق وامام المرسلين صلى الله عليه وسلم وضغطت انتر. انا عايز هنا اعرف حاجه مهمه جدا، ان انا لما بكتب وبضغط انتر معناه ان انا باخد حاجه اسمها فقره معايا. يعني ايه فقره؟ يعني انا كتبت هنا كده هو معكم مهندس احمد صلاح الدين هتجي من بعد الخوارزمي للتبريد بالطيب. تلاحظوا دلوقتي يا شباب ان السطر نزل معايا لاسفل، ومعنى كده هو اللي هو نزل معايا لاسفل بمعنى كده اللي هو خد السطر وكمل من الناحيه الثانيه ونزل يكمل في السطر الثاني. الكلام ده كله بقول عليه سطر واحد، لكن السطر بيتاخد على اكثر من سطر. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مع الضغط على مفتاح الادخال انتر ينهي معايا حاجه اسمها. تعالوا بقى نبدأ نشوف يعني ايه نتعامل مع الفقرة وفي نفس الوقت نتعامل مع النص. هبدأ دلوقتي اغير نوع الخط اللي انا كاتبه ونبدأ نشوف ازاي نتعامل مع الخط وازاي نتعامل مع الفقرة. الفقرة الفلانية ديت انا حددتها من الاول لحد الاخر. طيب هتقول لي دي فقرة، طب وديت؟ هقول لك برضه فقرة حددتها من الاول لحد الاخر. طب عرفت منين اللي هي فقرة؟ لو جيت على اي كلمة وضربت على الفارة بزر الفارة بقى مرتين بتحدد، لكن لو ضربت ثلاث مرات واحد اثنين ثلاثة بتحدد الفقرة. يبقى كده الفقرة دلوقتي كامل اتحددت. طب تعالى نروح على الفقرة الثانية، الكلمة تضرب عليها مرتين بتحدد، تضرب عليها ثلاث مرات بتحدد الفقرة بالكامل. طب تعالى نحدد المستند كله بالكامل، نقول له من تحديد ونقول له من تحديد كل، وابدأ اغير نوع الخط دوت استخدم تايمز نيو رومان. الخط اصبح دلوقتي بالنسبة لي شكله مفهوم بالنسبة. طيب كتبت انا الكلام ده كله وحابب ان انا اشوف عمليه التنسيقات اللي انا خدتها من هنا. طيب نروح بعد كده نبدا نشوف ازاي نشوف الفقرات بتتكتب في ملف اكبر شويه. رحنا دلوقتي لملف كبير شويه في بعض الفقرات اللي احنا نبدا نشتغل عليها. يعني ايه فقره؟ يعني الكلام مكتوب مش مضارب انتر الا في نهايه الجمله او في نهايه المقطع اللي انا عايزه. اعرف منين اللي دي فقره؟ اجي على اي كلمه اضرب مرتين بتحدد الكلمه، اضرب ثلاث مرات بتحدد الفقره. تعال نبدا نشوف دلوقتي لو انا معايا الفقره بالكامل ابدا انسقها. هنخش في حاجه اسمها تنسيق الفقره. هنا معناها اللي في عندي الفقره ديت محاذاه من اليمين، يعني من اليمين مظبوطه ومن اليسار ما هياش مظبوطه. طب لو ضربت على العلامه اللي هي في الوسط يعني معناها توسيط، ابص الاقي كل سطر بيتقسم نصين، نصه اليمين قد نصه الايسر، وبالتالي الكلام ده كله اصبح فقره متوسطه. طيب في عندي حاجه كمان اسمها محاذاه الى اليسار، مظبوطه من ناحيه اليسار ومن ناحيه اليمين مش مظبوطه. طب انا عايز اخليها مظبوطه من اليمين ومن اليسار، يبقى اروح على العلامه الثالثه اللي هي اسمها الضبط، اضرب عليها اختار حاجه اسمها الضبط، ظبطت معايا من اليمين وظبطت معايا من اليسار. طيب تعالى نبدا نكبر حجم الخط. كبرت حجم الخط 16 زي ما احنا شايفين دلوقتي كده، وقت الخط كله دلوقتي مظبوط وظاهر قدامي. طب تعالى نبدا ندي لون للخط. لو جبت الكلمه بتاعت الفيديو حطيت ضربت عليها مرتين اتحددت واخترت لون الخط يكون لون مثلا باللون الاحمر، بمعنى كده انا اخترت الكلمه دي تكون باللون الاحمر.
لو انا حددت اي كلام او اي جزء من الكلام او اي جمله زي ما انت عايز حددتها، وتقدر تديله اللون الاحمر. طيب لو انا كده ان انا اقدر اغير اللون بمزاجي، طيب في نفس الوقت في عندي ايه تاني؟ ما هو في عندي في حاجه اسمها مرتفع وفي حاجه اسمها منخفض. يعني ايه مرتفع ومنخفض؟ لو انا جيت على كلمه كتاب حددتها ورحت ضربت على الاكس الاس 2 ضربت عليها، معنى كده كلمه كتابه او النص اللي انا كنت محدده اصبح مرتفع الى اعلى. طب تعال نشوف كلمه ايضا حددتها ضربها مرتين بالفاره، تمام اتحددت ورحت ضغطت على حاجه اسمها منخفض اللي هي الاكس وجنبها 2 تحت، يبقى اصبح عندي في كلمه منخفضه وكلمه مرتفعه. لو وقفت هنا هلاقي كل اللي هنا مفيش حاجه منوره، معنى كده ان مفيش اي تنسيقات على الكلمه ديت. لو ضربت على كلمه كتابه هبص الاقي التنسيق عندي هنا ظهر، هو اصبح الكلمه ديت او النص دوت مرتفع، وبالتالي نفس الكلام عنده ايضا هبص الاقي النص دوت منخفض. طيب لو عندي هنا في عندي حاجه اسمها الزر، لو خدت هنا كلمه عبر الانترنت ورحت ضربت هنا حاجه اسمها صلاه النص بطول الطباعه، اللي يعتبر بيعطيني الظل للنص. لو خدت النص بالشكل دوت اداهولي بالشكل اللي انا رحت، فاصبح دلوقتي انا اقدر انسق الخط باي كلمه او اي جمله او اي فقره لو حددتها، واقدر اروح اديها التاثيرات اللي انا عايزها، ممكن اديها التاثير دوت، وفي نفس الوقت يبقى انا كده حددت. ولو حبيت تغير برضه اللون برضه اقدر اغير اللون زي ما انا عايز. كده يبقى انا عملت عمليه تنسيقات الخط خدتها كلها من هنا، لكن يبقى لي لسه في حاجه صغيره. لو انا جيت رحت على كلمه البرمجيه وحددتها الاقي ان هو في حاجه ان هو اسمها يتوسط خط. يعني ايه يتوسط خط؟ يعني الكلمه اللي انا محددها لو ضغطت عليها هيجي خط دوت في النص. طيب ساعات بيجي لنا يقول لنا ان هو عايز خطين في النص، لو انا حددت الكلمه ان هو مش هلاقي هنا في حاجه اسمها خطين في النص. طب هعمل ايه؟ عندي طريقتين علشان اخش دي الخيارات الخاصه بالخط. عندي جزء الخط دوت بص الاقي ان هو كل جزء ان هو من علامه التبويب معطوط كانه محطوط في مستطيل، ومكتوب اسم الجزء دوت تحت، كل جزء مكتوب تحتيه اسم الجزء الخاص بيه. يبقى معنى كده ان انا عندي هنا في جزء خاص بالخط، في عندي جزء هنا خط بالفقره، في عندي جزء هنا خط بالانماط. طيب لو انا رحت هنا ورحت عند كلمه خط هبص الاقي جنبه هنا في سهم صغير، لو ضربت عليه بعد طبعا ما اكون محدد النص اللي انا عايزه بيظهر عندي قائمه اسمها قائمه الخط. قائمه الخط ديت اللي هي القائمه الخاصه بتنسيقات الخط، ابص كل اللي كان موجود هنا سواء عربي او سواء لاتيني انجليزي، ونص عندي لون الخط، ولو حتى عندي تسطير اقدر اختار التسطير اللي انا عايزه من هنا، ونفس الكلام يتوسط خط، يتوسط خط مزدوج مرتفع منخفض. يهمني كلمه يتوسط خط مزدوج، لو ضغطت عليه هبص الاقي في معاينه تحت اللي هو النموذج الخاص دوت، ابص الاقي في خطين في الكلمه، لو قلت موافق اصبح كلمه عليها خطين. طيب هتقول لي طب انا عايز اغير الكلام ده كله وعايز اغيره ازاي؟ زي ما احنا عملناه، رحت لكلمه البرمجيه ضربت عليها مرتين اتحددت اتنورت ان هو يعني معنى كده اللي هي بتنشط عليها تنسيق تتوسط خط، ضربت لغيت الكلمه اللي فيها يتوسط خط. طيب رحت على كلمه اساسيه ضربت مرتين مفيش حاجه منوره هنا لانها مش موجوده قدامي هنا في الادوات اللي قدامي، اعمل ايه؟ ممكن ليها طريقتين. الطريقه الاولانيه انت ممكن تخش على يتوسط خط، يعني انت اعطيته تنسيق اخر غير اللي هو كان واخده، وتبدا بعد كده تزيله تضرب عليه تاني، او يعني نبدا نعمله من تاني يتوسط خط، او تعمل ايه؟ تخش تاني لنوع خيارات الخط اللي انت تروح تظبط من هنا وتضرب العلامه دي تاني، وتبدا بعد كده يتوسط خط من هنا وطول. في امر اسهل بدل ما اطلع كل شويه للقائمه، لو حددت الجمله اللي انا عايزها زر فار يمين على طول، لو ما فيش تحتيها خط يعني كده ان الحقوق الاملائيه بتاعتها مظبوط وشايفها مظبوط، اقدر اختار منها حاجه اسمها يبدا يروح للخط من نفس القائمه. لو انا حددت الفقره بالكامل جيت على اي كلمه ضربت ثلاث مرات هبص الاقي الفقره بالكامل حددت. لو انا عايز امحي كل التنسيقات اللي انا عملتها مع الاحتفاظ بالنص هروح هنا عندي حاجه اسمها المحايه، تمام همسح كل التنسيقات مجرد ما ضربت عليها رجعت كما تمام. طيب في عندي حاجه اخيره برضه موجوده عندي في الادوات لازم نعرفها اللي هي حرف الاي كابيتال والاسم، ده الامر ده بيشتغل معايا في الخط الانجليزي فقط.
أخذت هنا يسار وحولت اللغة عن طريق Alt مع Shift، وكتبت مثلا هنا كتبت أحمد صلاح الدين عفيفي. بعد ما عملت الكلام ده كده جيت محدد النص كامل، هتقول لي ازاي؟ اقول لك على اي كلمة ثلاث مرات حددت، تروح هنا في الاي كابتر اسمه وتضرب، تقول لك حالة احرف جملة، لو ضغطت عليها لاحظ ان اول حرف في الجملة بالكامل بقى ايه؟ بقى كابتر. طيب رحت تاني قلت له اديني احرف صغيرة، ادت كل الحروف فيها حروف سمول يعني حروف صغيرة، طب احرف كبيرة يعني اخترتها كلها حروف كبيرة. طب في نفس الوقت رحت قلت حرف كبير في بداية كل جملة، يبقى اصبح اول كل كلمه في حرف كاف. في عندي بعد كده حاجه اسمها تبديل حاله الاحرف، كل ما هو كابتن هيصير سمول، كل ما هو سمول هيصير كابتن. يبقى يصبح دلوقتي ده بيبدا يعمل يتعامل مع الخط الانجليزي فقط بارير. نرجع تاني بعد كده لتنسيق الفقره. الفقره اللي عندي ديت انا حددتها بالكامل، ورحت اديتها حجم خط 16 او 18 زي ما انا عايز، ورحت اعطيتها نوع خط زي ما انت عايز برضه يكون عربي، ورحت خليتها مضبوطه من اليمين ومن اليسار. وفي عندي هنا في تباعد صغير، في عندي تباعد متوسط، وفي عندي تباعد كبير، لو بيعمل عمليه تباعد بين الحرف والحرف اللي بحيث ان بيكون في حاجه هنا كانوا بيسموها في اول حاجه اسمها كشيده صغيره، كشيده متوسطه، كشيده كبيره. انا دلوقتي عندي الفقره هنا، اقدر اتعامل مع الفقره ديت ان انا اكبر التباعد بين السطر والسطر عن طريق حاجه اسمها هنا هو تباعد الاسطر والفقره. ممكن ابدا اخليها سطر وربع، سطر ونص، سطرين، كل ما ببدا اعمل تنوع بينهم بيظهر معايا الشكل بالطريقه اللي احنا شايفينها. فاصبح ديت طبعا احنا بنحاول نستخدمها في الكتب، لما بنيجي نكتب كتب بيكون مثلا فيها للاطفال نكتب بخط كبير. في عندي في نفس الوقت حاجه اسمها بعد كده الفقره، ازاي اتعامل بعد كده مع الفقره. في عندي حاجه اسمها مسافه بادئه سطر اول، مسافه بادئه معلقه. تعالوا نشوف الكلام ده. انا عايز اخش على تنسيقات الفقره، ممكن من هنا على طول اقدر اضغط ان هو يبدا يدخلني على اعدادات الفقره اللي هي كلمه فقره. كل اللي احنا خدناه من هنا زي ما هو اللي هو التباعد بين التوسيط صار مضبوط، وتباعد صغير، تباعد كذا اللي احنا قلنا، مع اضافه الاتجاه اللي احنا قلناه في الاول، الاتجاه بتاعك يكون من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين اذا كنت بتتعامل مع اللغه الانجليزيه. هنا في حاجه اسمها مسافه بدائيه. مسافه بدائيه يعني الفقره بتاعتي وهي شغاله زي ما اللي انا محددها بالكامل عشان تظهر. الجزء ده بنسميه هامش، يعني انا مش مسموح لي ان اكتب فيه ولا الجزء الايمن ده ولا الجزء الايسر ده، وهنعرف برضه. طيب هنا بنقول في مسافه بادئه، لو خدت هنا حاجه اسمها خاصه وضغطت عليها سطر اول بيديني مقدار معين من عدد السنتيمتر. لو قلت له هنا هو موافق الاحظ ان السطر الاولاني اتشاف جزء من الى اليسار بالمقدار اللي كان مكتوب من عدد السنتيمترات تقريبا كان 1.37، بيبدا يخش معايا المسافه ديت اسمها دوت تباعد فقره واخده او بتنسق تنسيق تباعد مسافه بادئه سطر اول. طب لو انا عايز اعمل التباعد معلقه ايه شكله هيكون؟ احنا قلنا ممكن نخش من هنا وممكن نوقف على الفقره اللي احنا محددينها وزر فار يمين واقول له هنا فقره. دخلت نفس الكلام ممكن هنا عن طريق خاص محدد ان هو تضارب واقول له كلمه هنا معلقه. كلمة معلقة وموافق بدأ يخلي العملية تتعكس، السطر الأولاني هو اللي ثابت وبقية السطور هنا هي اللي مظبوطة. أقدر أعمل الكلام ده على أي فقرة؟ خلصت الفقرة اللي فوق، تعالى أروح الفقرة الثانية، اديت الفقرة ورحت اديتها حجم خط مثلا 14 وخليتها مضبوطة، وجيت من هنا رحت ضارب واديتها هنا هو مسافة بادئة، وقلت لي هنا اديها لي سطر أول وقلت له موافق. أصبح عندي الفقرة يتوت السطر الأول مسافة بادئة سطر أول، والفقرة اللي قبلها مسافة بادئة معلقة. طيب إيه الكلام اللي ممكن أعمله تاني؟ تعال نشوف، أجي عندي فقرة هنا تاني وبنعيد ونزيد. تعال نقول إن خدت الحجم 14 عملت لها مضبوطة، علشان خاطر معظم الفقرات في تنسيق في الطباعة لابد تكون عندك مضبوطة إلا إذا كنت أنت بتعمل توسيط لسطور معينة. طيب بعد كده دخلت تاني برضه على الفقرة هنا أهوت، ولقيت في حاجه اسمها المسافه بدايه قبل النص وبعد النص. لاحظ اللي هنا النص هيبدا معاك من الهامش وينتهي هنا عند الهامش. لو انا اخدت المسافه قبل النص فانتي عن طريق الزياده والنقصان وقلت له هنا موافق، راح مديني هنا زياده للفقره المحدده فقط، للفقره المحدده فقط.
هدي سنتي بعد الهامش مجرد اللي هو قبل النص خده سنتي. طب انا عايز بعد النص احوش تاني على الفقرة المحددة واقول له مسافة بادئة بعد النص 1 سنتي، واقول له هنا موافق. نفس الكلام قبل ما ينتهي الهامش راح واخد لي 1 سنتي. في حاجة اسمها مسافة بادئة قبل النص ومسافة بادئة بعد النص. في نفس الكلام لو برضه احنا استخدمنا برضه على نفس الفقرة دي، دخلنا زر الفقرة دي وقلنا فقرة، دخلنا على نقاط الفقرة، في عندي تباعد هنا بين السطور ممكن احددها بنقط. عايز احط نقط 12 نقطة بين السطر والسطر كده 12 نقطة، قلت لهم واقف يبقى بين السطر والسطر هحط 12 نقطة. طيب نفس الكلام لو جيت المعتبر بين اهوت وعملت تباعد بين السطور، قبل السطور خد 12 سنتي، طب بعد السطور هياخد مثلا 12 سنتي او هياخد 24 على حسب ما تختار، وتقول له موافق. كده تلاحظ اللي قبل خد وبعد خد، بمعنى كده اهوت عندي اهوت في الفقره في تباعد بين السطور وتباعد قبل لما يبدا الفقره وبعد ما بيبدا الفقره. الكلام ده كله ممكن الاحظه لو انا دخلت هنا على تصميم، عفوا هخش على تخطيط، فبص الاقي كل اللي انا عملته بالنسبه للفقره ظهر عندي مسافه بادئه قبل 1 سم بعد 1 سم. بالنسبه للفقره قبل الفقره ب 12 نقطه بعد الفقره ب 15 نقطه. رحت الفقره ثانيه ابص الاقي الفقره الثانيه بتبان، كل فقره بتبدا يظهر عليها العلامات الخاصه. يبقى اذا كل فقره بتبدا تظهر معاك علامات خاصه بيها، مجرد ما بتضغط بتبدا تشوف. لما تروح عند تخطيط تبدا تشوف هنا فيها تنسيقات فقره، هنا فيها تنسيقات فقرة مسافة بادئة أو تباعد. نفس الكلام كل فقرة تدي لك جزء خاص. إسقاط أحرف استعرابية، يعني لو عايز أخلي الجملة اللي أنا أو الكلمة اللي أنا واقف عليها كلمة واقف تسقط على أكثر من 3 سطور في الفقرة، بحيث إنها بتشد الانتباه للشخص اللي هو بيكتب أو الشخص اللي هو بيبدأ يقرأ للخطاب اللي موجود. طب إزاي بعملها؟ أنا بحدد الكلمة وبروح عن طريق أمر إدراك وأقول له هنا إسقاط أحرف استعرابية، واخدها عن طريق حاجه اسمها ممكن ما تظبطش معايا تيجي في وسط الكلام، ابدا يعني ما تجيبش كلمه بالكامل، ببدا اخش نقط وابدا اقول له خيارات الاسقاط واحاول ان اكون حاططها بنفس نوع الخط اللي يبدا يتناسب معاها، بحيث ان كل دي انواع الخطوط الموجوده، ببدا اخد الخط اللي ممكن يجي يظبط معايا بحيث هو يبدا يكون خط صغير او كبير على حسب ما انت بتبدا وتبدا تاني. يعني الخط اللي موجود عندي دوت نوعه لو اريا خلاص، يبقى انا نوات اخلي نوات حاجه اسمها نوات. نفس الكلام اروح برضو اقول له نوات خليها لي اريا، اروح ادور على اريا من هنا اقول له هنا موافق، يبدا يظبط معايا نفس نوع الخط ويبدا يتوفر معايا نفسه. يبقى اصبح دلوقتي ده اسمه اسقاط احرف استئناف. طب الملف بتاعي لو انا عايز اشوف وين هو ساعه الطباعه، قبل الطباعه بقول له ملف وبقول له هنا الطباعه، يظهر عندي هنا في جزء المعين الملف بالشكل. يبقى اصبح عندي الصفحه الاولانيه والصفحه الثانيه. طب انا عايز اعمل حدود للصفحه او برواز للصفحه بالكامل، اروح ارجع الثاني هنا عن طريق الخلف واروح اقول له هنا عن طريق حاجه اسمها تصميم، ثم بعد كده ببدا اروح اقول له هنا في اخر شريط الادوات اللي قدامي بروح عند حاجه اسمها حدود الصفحه اضرب عليها، بيفتح عندي مربع حواري. المربع الحواري ده بيكون فيه 3 علامات تبويب، علامة حدود، حد الصفحة، تظليل. هو اوتوماتيك مجرد ما بتضرب انت حدود يفتح معاك على حاجة اسمها حد الصفحة، بتختار الخط اللي انت عايزه من جزء النمط دوت، بيظهر عندك الشكل، بيظهر عندك الحاطة، بتقول له هنا موافق لكل المستند. فأصبح الصفحات عندك كلها أصبحت بالشكل. لو انت بصيت تبدأ تشوف في ملف الطباعة يطلع معاك الشكل بالشكل انت شايفه. طب اصبح دلوقتي ان انا عملت عندي نص وعندي النص مكون من اكثر من صفحتين، اجي اقول لك نوت لو رجعت نوت وقفنا مثلا عند الفقره دي وضربت انتر وعايز ابدا الكلام دوت يبدا معايا في صفحه جديده، بروح اقول له ادراك صفحه فارغه، يبدا يجيب لي بعد الصفحه ديت جاب لي صفحه فارغه بالكامل، اصلي بيه الكلمه اللي انا كنت واقف عندها فقره والفقره الثانيه في صفحه. طب انا عايز اخلي الكلام ده كله يجي هنا، تمام، بقف هنا اهوت وبعمل عمليه امر الوقت المفاتيح، يبدا يطلع لي الكلام من تحت. اصبح دلوقتي اللي عندي فيه فراغ ان هو ظاهر صفحه. طب انا هستفاد من هنا ايه؟ ان انا خدت صفحه فارغه، انا عندي هنا اهوت
ضربت انتر عايز افصل بين ده وبين الصفحه، بدل ما اقول له هنا صفحه فارغه في عندي نقطه اختصار اسمه كنترول مع الانتر، جاب لي الجمله اللي انا وقفت عندها جابها لي بصفحه. ايه الفرق بقى عشان اقدر اعمل عمليه الانتقال بتاعتي؟ لو انت كنت هنا وبتكتب اي حاجه وبتنزل السطر اللي تحت بأي كان بتضرب انتر، مجرد ما انت بتضرب انتر بتنزل سطر، مجرد ان انت هتنزل لنهايه الصفحه المفروض ان انت تخش هنا على الصفحه دي. لا هنا هيقول لك لا، طالما انت شغال بالشكل دوت اديني بضرب انتر بضرب انتر انا منسق السطر، الصفحه اللي بعديها انا منسقها. طب ايه اللي حصل؟ مجرد ما يبدا يوصل معاك لاخر صفحه لاخر الصفحه يبدا في صفحه جديده، فين التنسيقات؟ التنسيقات ذهبت لصفحه جديده، بدايه صفحه جديده. يبقى اذا صفحه فارغه او اللي انت تاخد كنترول انتر بدايه صفحه جديده مهمه جدا عشان خاطر ما تبوظش التنسيقات او ما تخربش عليك التنسيقات اللي انت عاملها في الصفحات اللي بعد كده، انك انت ممكن تدرك سطر في وسط الكلام انت كنت ممكن تكون كنت نسيت سطر من الكتابه فترجع تكتبه، بص عليك الدنيا في اللي جايه. يبقى اصبح دلوقتي انت بتعمل عمليه ادراك صفحه فارغه عن طريق صفحه فارغه، او تقدر ان انت تعمل عمليه كنترول مع. لاحظ دلوقتي ان انا عندي كم صفحه في المستند، ابص في الشريط تحت باسم شريط المعلومات عندي 5 صفحات في المستند. طبعا انا عايز ارقمهم، ازاي ادي ارقام للصفحات؟ اروح هنا اقول لك عندك من قائمه اسمها ادراك، اروح ادور هنا على حاجه اسمها هو رقم الصفحه، اضرب على رقم الصفحه ارقم الصفحات اسفل الصفحه، اختار اسفل الصفحه هتظهر عندي في قائمه، القائمه دي بختار الشكل اللي انا هيجي على هواي على سبيل المثال الشكل دوت، اضرب عليه ظهر عندي حاجه اسمها الراس والتزيين، تزيد الصفحه وبعد كده عندي هنا فوق راس الصفحه. اصبح دلوقتي اللي انا دلوقتي ظهر عندي الصفحه فيها رقم 4 وعندي في شريط ادوات جديد فتح اسمه تصميم اللي خاص براس وتسجيل الصفحه، ممكن تقول له من هنا اغلاق، بعد ما اقول له من هنا اغلاق هبص الاقي كل صفحه عندي اهوت خدت الرقم اللي قدامي ده. وتيجي تقول لي طب الرقم نزل شويه طب اعمل ايه؟ اقول لك ممكن نعدله، احنا نروح نجي نقول له هنا عند الدرج ورقم الصفحه تمام، ممكن تبدا تقدر تزيله، لك انا مش عايز ازيله انا عايز انسقه، ممكن اروح ضارب على الرقم بتاع راس تدير الصفحه كده مرتين هيظهر معايا، اجي على الشكل ده مجرد اللي هو علامه اطلع بيها شويه وبعد كده اروح ضارب في النص مرتين. ده لو حاجه ظهرت معايا بالشكل ده، وده تشرح بالكامل في حاجه اسمها الرأس وتسجيل الصفحه ان شاء الله. طيب انا لو انا واقف في اي مكان وعايز احط التاريخ، هتقول لي التاريخ النهارده 14/2/2021، اقول لك كنت هتكتب هنا هتقول لي 14/2/2021 ميلادي، اقول لك الكلام ده كله ما يكونش مظبوط، انت عايز تدرجه، تدرجه منين؟ انت في جهاز الحاسب الالي، جهاز الحاسب الالي فيه الامكانيات دي كلها، في برنامج الوورد حتى في الامكانيات هتعمل ايه؟ هتقول له ادراك، ومن ادراك هتروح لقائمه سريعه في الاخر اسمها التاريخ والوقت، هتضرب عليها هيجيب لك شاشه، انت عايز تدرج التاريخ، طب التاريخ قدامك، عايز تدرج الوقت، طب الوقت قدامك، طب عايز تدرج التاريخ والوقت، طب التاريخ والوقت قدامك، مكتوب التاريخ والوقت بالشكل ده في وقت قصير اللي هو 12 ساعة وفي وقت طويل اللي هو 24 ساعة، اختار اللي أنت عايزه، مش عايز أكتب بالتاريخ الميلادي، هروح أختار من هنا وقت تقويم هجري أو قمرة، وأبدأ آخد هنا الأحد 2 رجب 1442 وأقول له هنا موافق ينزل التاريخ أوتوماتيك، لو عايز تعمل هجري إنهاء وبعد كده تعمل شيفت مع حرف التاء علشان تاخد المادة بتاعت الهجري، ده اسمه التاريخ والوقت. في نفس الوقت عايز تدرج رقم الصفحة يا رقمها، عايز أحط رمز أقول له إدراج واختار حاجه اسمها رمز. الرموز اللي موجوده كل دي اسمها رموز قدامي. الوجه دوت لو ضربت عليه نزل شكل الوجه ده رمز. طب انا بستفاد ليه؟ انا لو كتبت كتم لفظ جلاله الله جل جلاله جل جلاله. انا كاتبها بالشكل ده، انا عايز اكتبها بشكل افضل، فبقول له ادراج واروح اقول له هنا رمز. مش هلاقيها قدامي. بقول له هنا المزيد من الرموز. تمام؟ هنا كل ديت اسمها رموز، ادور هنا على حاجه اسمها اي جي بي ارابيسك او اي جي اي ارابيسك او اي جي اي ارابيسك، ضربت عليه لقيت عندي هنا في كميه من الكلمات موجوده جدا كانها معموله كانها صور، ادي الله لفظ الجلال قلت له ادراك نزلت قدامي، مش هقدر اكتب حاجه عشان خاطر ان انا هكتبه هنا هتتاخد في اليمين، طب نعمل ايه؟ نقول له اغلاق وبعد كده اخد المسافه وبعد كده اروح تاني اقول له ادراك واروح اقول له رمز، الاقي اللي انا كتبته موجود قدامي، لو حبيت اخده في اي مكان تاني هلاقيه، واقول له المزيد من الرموز، وادور هنا نفس الكلام على جل جلاله،
واقول له ادراج، وهكذا اعمل الاحظ انا كتبت الله جل جلاله، لو حددتهم من اثنين هقدر استخدمهم من اثنين عن طريق التكبير وعن طريق التلوين. ونفس الكلام لو حبيت اغمق او اشيل الغمقان او اميل او احط تحتها صوت اقدر استخدم التنسيقات عادي جدا معاها. يبقى دي فايده حاجه اسمها هو الرموز. طيب في نفس الوقت تعال نبدا نشوف، لو انا عندي الصفحه بتاعت الجزء الهامش اليمين والهامش اليسار، لو انا عايز اشوف المكان اللي انا هكتب فيه بالظبط باجي اقول له هنا من قائمه عرض واختار حاجه اسمها هنا خطوط الشبكه. خطوط الشبكه يعني الورقه اللي انا هكتب فيها كل اللي انا هكتبه موجود في الخطوط بتاعت الشبكه اللي هي خاصه اللي احنا بنقول عليها زي ورقه رياضيات. ولا هكتب في اليمين ولا هكتب في اليسار ولا هكتب تحت ولا هكتب فوق، دي اسمها هوامش عندي، يمين يسار اسفل فوق. يبقى اذا معنى كده لو انا عايز اتحكم في الهوامش هنا اهوت اروح اختار على حاجه اسمها تخطيط، ومن تخطيط الاقي عندي هنا حاجه اسمها اعداد الصفحه، في عندي حاجه اسمها الهوامش. اختار هامش، ممكن اختار الهامش الضيق، شوف المسافات بتاعت اعلى 1 27 100 نفس الكلام قلت له هنا ضيق فهيقل لي هنا المقاسات، تلاحظ المقاسات كلها ضاقت. نفس الكلام ممكن اروح اقول له هنا هامش متوسط يبدا يديني هامش متوسط. طب بعض الشركات بتشتغل بمقاسات محدده، يعني مثلا هتيجي تقول لك نوت اديني مقاسات 3 من كل جنب، يبقى اخش هنا على حاجه اسمها هوامش مخصصه، فتح لي هنا ورقه الهامش اقول له هنا اديني هامش 3 على 3 ازود لحد ما يجي 3، ايسر ازود لحد ما يجي 3، اسفل ازود برضو لحد ما يجي 3، ايمن برضو ازود لحد ما يجي 3. طب ايه الفايده من الهوامش؟ قد يكون ان انت بتعمل كتاب وبتجلده من الطرف اليمين، يبقى انت بتخلي الهامش الايمن يكون اكبر من الهامش الايسر، او كتاب باللغه الانجليزيه بتخلي الهامش الايسر اكبر من الهامش الاعلى، او بتعمل نقطه وعايز تخليها تتجلد من فوق بتخلي الهامش العلوي اكبر من الهامش السفلي وهكذا. باذن قلت له هنا موافق، لاحظ اللي هو مش هنا اتغيرت كلها بالكامل زي ما احنا. يبقى اذا قائمه عرض هنا اهوت انا اقدر اشيل الخطوط الشبكه عشان ما تظهرش ودي ما تظهرش معايا في الطباعه الا لو انت اديت لها اوردر طباعه. طب هنا اهوت المسطره اللي انت شايف المسطره دي انا ظاهرها وممكن اخفيها برضه عن طريق اللي هو امر اسمه عرض، لكن يفضل دايما اللي بتكون قدام. الورقه عندي اهوت لو انا شفتها اصبحت دلوقتي في الطباعه بلاقي جت معايا كلها على ورق، وممكن اهوت اروح اهوت رقم 2 3 4 وهكذا، وممكن اطلب من هنا التكبير والتصغير يعرض لي ورقه واحده بس في المعاينه. طيب في نفس الوقت الورقه عندي بالطول، لو انا حابب اخليها بالعرض اروح برضو لحاجه اسمها تخطيط والاقي هنا في الاتجاه اضرب واختار هنا حاجه اسمها افقي يبدا يخلي لي الورقه بالعرض. زي ما انا لو صغرت دلوقتي الرؤيه بتاعتي اشوف الورقه معايا دلوقتي بالعرض، اصبحت في الاول بالطول دلوقتي اصبحت الورقه بالعرض. الاتجاه رأسي كل الاتجاه بتاع المستند كله هو رأسي، الاتجاه أفقي كل المستند بتاعي دلوقتي اتجاهه أفقي ما عدا الجزء الأولاني. الجزء الأولاني أنا مش حاسس اتجاه المستند عندي، ممكن أخلي الاتجاه عندي عمودي أو أخلي الاتجاه عندي أفقي على حسب ما أنا محتاج الاتجاه عندي. الصفحات عندي بالشكل، عندي الصفحة عندي معمولة بالاتجاه عندي اللي هو الرأسي اللي هو الاتجاه الطولي، لو عايز أخلي الاتجاه عندي بالعرض وأروح أقول له هنا هو التخطيط وأروح أقول له هنا هو خلينا نخش من هنا وأقول له هنا هو أفقي المستند بالكامل كامل المستند وأقول له هنا هو موافق. المفروض يكون كده كل المقاطع كل المستند دلوقتي أصبح اتجاه أفقي. لو رحت هنا هو قلت له هنا هو تخلي لي الاتجاه عمودي في المقاطع المحددة لا كامل المستند وقول له موافق يبدأ يخليلي كامل المستند. يبقى كده لو حصلت عندي مشكلة بنبدأ نحلها، نلاحظ ان انت هنا اهوت اعداد الصفحة مش عايزة تجيب لي مظبوطة هنا الاتجاه افق والاتجاه عمودي بيجيب لي مقطع ومقطع،
ببدأ أخش على طول هنا اهوت وأقول له أفقي بكامل المستند، وبطلب منه هنا موافق عشان يبدأ يحل لي أي حاجة ممكن تحصل عندي مشكلة. نفس الكلام اهوت الاتجاه أفقي بكامل المستند عشان يبدأ يظبط معاك كامل المستند. لو جات لك أي حاجة مشكلة بتبدأ تحلها، مفيش أي مشاكل فيها. لو أنا عندي في مجموعة من زملاء كل واحد فيهم ما واخد جزء من الملف ومتقسم علينا كلنا، حابب إن أنا أجمع الملف ده كله في ملف واحد. بعد ما الشخص بيخلص بيبدأ يسلم لي القطع اللي هو عملها في ملفات، ببدأ أجمعهم عن طريق إدراج، ثم أروح بعد كده على حاجة اسمها عنصر، ومن عنصر أختار هنا نص من الملف، وبحدد الملف اللي أنا عايزه. على سبيل المثال الملف هيكون اسمه سعيد، وبقول له هنا هو إدراج، يبدأ ياخد كل اللي موجود في الملف ويبدأ قدامك. طبعا الملف اللي احنا جبناه كله ما كانش فيه الا كلمه سعيد، لكن لو انا حبيت اجرب تاني على ملف تاني بقول له ادراج، وبختار هنا عنصر، وبختار نص من الملف، نص من الملف. وبعد كده ببدا اروح على سطح المكتب بتاعي، ببدا الاقي فيه هنا ملف وورد موجود قدامي، ببدا اضغط عليه واقول له ادراج. الاحظ ان كل اللي موجود فيه كتب بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد سيد الخلق والمرسلين صلى الله عليه وسلم. ده الكلام اللي احنا كنا كاتبينه في كده. يبقى عملنا ادراج ملف من نص، وجبنا النص موجود، جبنا ادراج نص من ملف، وعملناه بحيث ان احنا كاننا جبنا النص الكامل اللي موجود في ملف، جبناه من الملف وحطيناه عندي في الملف اللي انا فيه. طبعا هلاحظ ان في بعض الكلمات بتكون مكتوب تحتها خط احمر او خط ازرق، ده معناه كده ان في كود تخطيط املائي فيه مشكله. بقف على الكلمه وبضغط بزر الفار اليمين عليها، بيبقى يديني خيارات. لو ما فيش خيارات ان هو ابدا اقول له هنا تجاه. طبعا وامام هو مش عايز، مش فاهم حته الهمزه اللي تحت، لكن بالطايف هو المفروض تكون عندك حاجه اسمها الطائف بالهمزه. وادور بلاقي هنا فعلا في تصحيح اهوت، بختار التصحيح زر الاشاره الايسر. وكده يبقى احنا كده خلصنا الجزء الاولاني معانا من المحاضره بتاعتنا. ولو انا عايز حابب ان انا احفظ الملف واقول له ملف او حفظ او اضغط كده، لكن في نوع من انواع الملفات اسمها بي دي اف. لو عايز تحفظ الملف عن طريق ان انت تحفظه كبي دي اف، بتقول له ملف، تيجي بعد كده بتقول له ان هو حفظ باسم، ومن حفظ باسم هنا بتاخد نفس الكلام استعراض او المكان اللي انت بتحفظ عليه. وبعد ما تحفظ اللي بتغير النوع بتاعه ان هو اسمه بي دي اف، يبقى اصبح عندك ان هو سميته بدايه بي دي اف وتقول له حفظ، يبقى اصبح الملف ده هيكون بي دي اف. ومن الصعب ان اي حد فينا يبدا اللي هو يعمل ايه، يبدا يعمل عمليه التعديل عليه عشان خاطر يكون الملف بتاعك حفظ كبي دي اف. ادي ملف البي دي اف ظهر قدامي كملف بي دي اف عن طريق اللي هو شغاله من خلال الويب. طيب بعد كده اهوت عندي في جزء حاجه اسمها لون تمييز النص. يعني لو انا جيت مثلا قلت على صلى الله عليه وسلم، حددت الجملتين دول كلهم، الجملتين دول بعد ما احددهم بقول له هنا عندي الشريط الرئيسي، عندي هنا حاجه اسمها لون تميز النص، واضغط عليه واختار اللون التميز اللي كان باللون الاصفر. لازم اتاكد ان اللون ده من الاصفر مكتوب قدامي على حسب ما بيطلب مني في السؤال. كده يبقى لون التميز النص اقدر اعمله باي خلاف. لو جيت على كلمه عفيفي، حددت كلمه عفيفي ورحت اديته لون تميز النص باللون اللي هو الرمادي، ضغطت عليه اصبح دلوقتي كده هو عندي حاجه اسمها لون تميز النص. في عندي بعد كده حاجه اسمها التعداد النقطي والتعداد الرقمي. لو انا هنا هو بدات اكتب الأسماء محمد وأحمد وخالد ومحمود وصلاح وعبد الله، بعد ما كتبت النص اهوت أنا حابب إن أنا أعطيهم ترقيم أو تعداد، بحدد على الكلام اللي أنا كتبته دوت، وأبدأ أختار هنا من جزء الفقرة حاجة اسمها هنا تعداد نقطي. ببدأ أختار الشكل اللي يعجبني، مجرد ما ضغطت على الشكل اللي يعجبني ظهر معايا النص الكلام ده. تعال نكبر شوية عشان نشوف. هتيجي تقول لي طب بعد خالد وقفت ضربت إنتر، فتح لك هنا أهوت وكتبت هنا عاطف، تمام. وضربت تاني ما فتح لك تاني سطر جديد وكتبت هنا عبد الرحمن، يبقى أصبح هنا أهوت بيديك التعداد. طول ما أنت بتضرب إنتر بيبدأ يدي لك فقرة جديدة بتعداد. طب حابب تغير الكلام ده كله الأرقام، بتحدد
النص بتاعك، لاحظ ان النص بتحدد ما بتجيش ان هو تحت الكلام دوت، وبتبدا تروح ان هو عند التعداد النقطي، بتروح جنبه في التعداد رقم وتختار الترطيب اللي انت عايزه. اصبح انا كده عملت الترطيب، ما قلت طب وقفت بعد عاطف وضربت وكتبت ان هو يوسف، ظهر معايا نفس الكلام. طب بعد عبد الله وقفت محتكات كاتب هنا عماد، ضربت جالي رقم 11، ما انا مش عايز رقم 11 ضربت، خلاص خلص التعداد. طيب لو انا عايز اعمل قائمه فرعيه من اسم موجود، على سبيل المثال عند احمد، عايز اعمل عند مثلا زي شجره دائري، احمد مثلا عنده 3، هضرب انتر هيجيب لي هنا رقم 3، هستخدم مفتاح اسمه تابل على لوحه المفاتيح واضرب عليه ضربه، هيبدا يخش لي ناحيه اليسار، وابدا استخدم هنا اقول مثلا عندي ان هو الطاهر، انتر هيجيب لي نفس القائمه بتاعت الطاهر، اقول له عندي ان هو السيد، انتر هنا هو جاب لي نفس الكلام، كتبت هنا كلمه فرج، انتر نفس الكلام، خلاص انا مش عايز بعد الثلاثه دول حاجه، فبضرب انتر ثاني يروح عند رقم 3، بعد كده بحذف اللي بعد كده بيبدا يضم لي رقم 3 لفوق. يبقى اصبح دلوقتي انا عملت قائمه من قائمه، برضو اقدر ان انا اخد من عند طاهر وسيد وفرج حد لهم واروح اديهم تعداد نقطي او تعداد رقم زي ما انا عايز. طب لو انا عايز اكتبهم كلهم مره واحده عن طريق ان انا استخدم ايدي مع لوحه المفاتيح، هنقول لك تعال نبدا نجيب ان انا اختار التعداد الرقمي وخدت واحد، تمام بدا ان هو من شكل عايز اخلي نوت التعداد يبدا عندي ان هو من جديد، فبقول له ان هو تعيين القيمه الرقميه، ببدا اقول له ابدا ان هو معايا من رقم واحد زي ما انا حابب، واقول له هنا بواحد، بعد معايا هنا من رقم واحد كتبت اول حاجه محمد، بعد كده كتبت محمود، بعد كده كتبت هنا أحمد، أحمد عنده 3، ضربت على مفتاح تاني كتبت هنا مثلا مصطفى، بعد مصطفى كتبت هنا مثلا أسماء، بعد أسماء كتبت مثلا هاجر، خلاص ما عنديش حاجة تانية مش عايز إيه، وهتضرب إمتى وهرجع لي الرقم 4، كتبت بعد كده هنا يوسف، بعد كده هنا كاتب صالح، فتحت كده كاتب هنا خالد. خالد عندي خالد كذا واحد، ضرب التاب جالي بعد كده كتبت هنا محمد، كتبت محمود، محمود عنده مفروض ضرب التاب حط قائمة من محمود، كتبت هنا أحمد، كتبت هنا محمد، كتبت هنا عائشة. عايز أرجع تاني انتر وأصبح هنا عندي خالد محمد محمود، وعايز أكتب مثلا هنا علي انتر، عايز ارجع للقائمه وتبقى رقم 6 انتر، رجعت رقم 7 دلوقتي كاتب ان هو ايه سعيد، وكتبت منصور تمام، وكتبت علاء، خلاص مش عايز رقم 10 انتر، يبقى انا كده عملت القائمه اللي انا عايزها. طيب بعد كده بروح بعد كده ننتقل لحاجه اخيره صفحه جديده، هي لو انا عايز اكتب مثلا محمد محمود العتيبي وعايز انسخ الاسم ده، احدده واقف على زر فار يمين واختار امر اسم، بقف في مكان فاضي زر فار يمين واختار امر لزق، خيارات اللزق يعني اما بتنسخ بنفس المصدر، اما بتنسخ وتدمجه مع المصدر اللي موجود، اما تنسخه بالاحتفاظ بالنص، فاحنا بناخد دايما اول واحد. نفس الكلام اقدر الزق تاني واقدر الزق تالت طول ما هو موجود معايا. طيب حبيت ان انا اغير دوت لونه وغير حجمه وغير نوعه، طيب لو انا حبيت ان انا اقص الكلمتين دول حددتهم ورحت قلت له قص، يبقى قص بيشيل جزء محدد من مكان ويحتفظ بيه في الذاكره، اروح في المكان اللي انا عايزه وابدا اقول له ان هو زر فار يمين واقول له الزق اول، يبقى اصبح دلوقتي امر قص بيشيل الجزء المحدد من مكانه، لكن امر نسخ بيخلي الجزء المحدد في مكانه والاثنين بيحتفظون في ذاكره الحاسب لحد ما استخدم الامر الرسم والاصل، واقدر اتنقل بينهم وبين برضه المستخدم. لكن انا عجبني دلوقتي مثلا كلمه محمود متنسقه ازاي؟ حددتها او وقفت عليها وضربت نسخ التنسيق ورحت على كلمه محمود هنا تلاقي الفاره ماشيه ومعاها معاها مساحه، نضرب عليها كده واتنقل جميع التنسيقات اللي عند محمود من هنا لهنا. طب وقفت تاني وخدت نسخه تنسيق ومضرب عندها تيبي، وقفت تاني وخدت من عند اتمي نسخه تنسيق واحضرت ان هو على المجموعه دي كلها، فاصبح التكه قدامها تكه. لكن لو انا عايزها تشتغل على طول
اضرب هنا مرتين وبعد كده بمشي. ادي معايا فرشه اهو، اسحب تاني اسحب تاني. عملت كل الكلام ده كله وبعد كده لسه الفرشه برضو شغاله معايا، لو في اي حاجه جديده هستعملها. اعمل انا بعد كده ايه؟ اقوله هنا نسخ التنسيق. وبكده ان شاء الله نبقى خلصنا النقاط اللي احنا قلنا عليها كلها باذن الواحد احد. وان شاء الله مولانا عز وجل باذن الواحد احد نكمل بعد كده ان شاء الله النقاط الباقيه باذن الواحد احد في المحاضره القادمه ان شاء الله. واستودعكم الله وجزاكم الله خيرا ورزقنا من صالح الدعاء من خالص الدعاء. والسلام عليكم ورحمه الله.